سواليف منحازون للوطن. بيجاسوس هو نظام تجسس قامت بتصميمه وإنشاءه شركة إسرائيلية اسمها الأناسو مجموعة. هذه الشركة قامت ببيعه لمجموعة من الجهات الرسمية عبر الجيش الإسرائيلي ضمن سياسة بيع محددة. كان الهدف من هذه البرمجية إنه مكافحة الإرهاب، هذا يعني الذريعة والعنوان العريض، ولكن تم استخدامه لأغراض أخرى لفترة. طبعا الكل بتذكر التحقيق اللي قامت في تصور الجزيرة على الاستهداف اللي كان لبعض الصحفيين داخل القناة. كان هذا بداية الإعلان عن بيجاسوس. ثم توالت عمليات الاختراق والكشف عنها. اليوم احنا في ذروة يعني الكلام عن اختراقات بيجاسوس. في 24/11 قامت شركة أمين بإرسال رسالة تحذيرية ل 50,000 مستخدم بينهم كانوا ضمن القوائم المرشحة للاختراق. وكان النص الرسالة يعني باللغة الإنجليزية state sponsored attack، يعني they are believing انه انت كنت تحت state sponsored attack. فالناس اللي وصلتهم هذه الرسالة بلشوا يتواصلوا مع الجهات الحقوقية العالمية حتى يتعقبوا الاختراقات اللي صارت عندهم. كانت منظمة العفو الدولية من الجهات اللي تستقبل هذه الاختراقات، ولكن ومن خلال طبعا جهات فنية زي Citizen Lab والFrontline Defenders. اليوم عندنا في الأردن يعني هنالك تقريبا عدد لا بأس فيه، تقريبا 200 شخص استلموا هذه الرسالة. غالب هذه الرسائل تكون مش فيك، تكون أكيد، يعني إذا وصلك هذه الرسالة فأنت في بنسبة 99% أنه تم اختراقك، أو على الأقل كانت هنالك محاولة للاختراق. هذا على نطاق اللي عندهم الايواس اللي اجهزتهم يعني من ادل. لكن فيما يتعلق بالناس اللي عندهم تستخدم نظام تشغيل اندرويد لم يصل هذا التنبيه، وبالتالي نفترض انه في عندنا فئه كبيره مهتمه اختراقها ولكن ما بتعرف. الان بيجاسوس شو بيستهدف؟ يعني احنا بحاجه اليوم نجاوب على السؤال. بيجاسوس، شكرا لكم، وبدايه بحب اشكر شركه تدارس الممثله اللي مديرها المهندس حسين الجدي على يعني الجهد اللي بذلوه الحقيقه، وزي ما انتم شايفين هذا جهد تقني مضني حقيقه، يعني اخذ فتره طويله حتى حصلوا على هذه النتائج، فكل الشكر لهم والاحترام الحقيقه. انهم شركه اردنيه يعني معنية بهذا المجال الخطير، زي ما تفضل المهندس هو يشكل يعني سلاح حرب قادم وسلاح خطير. بداية ما بستطيع أني أفصل هذا الموقف اللي تعرضت له عن موقف السياسي، واللي بحب أقوله يعني بما أنه هاي البرمجية هي برمجية صهيونية، وبالتالي مؤكد أن الكيان الصهيوني بيستخدمها، إنه حقيقة في هذا المجال أنا ما عندي ما أخفيه. فأنا في التليفون وبرا التليفون وفي كل مكان أنا أدعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. فيعني أخذوا تليفوني، تسللوا له ما تسللوا له، هذا الحقيقة أنا لا يعنيني إطلاقا، لأنه مواقفي بفضل الله معروفة، وأني بعتبر هذا الكيان كيان عدو لا تطبيع ولا سلام معه، كيان إحلالي عنصري. فهذا الموقف يعني ما بيحتاج حتى إنه حدا يخترق تليفوني عشان يعرفه. الأمر الآخر انه اللي بيخترق الهاتف والحياه الشخصيه بالنسبه لاي مواطن ممكن بعد ذلك يخترق حياته، وانتم اكيد كلكم بتعرفوا انه في مواطنين وزائرين في دول عربيه تم استهدافهم من قبل الموساد عن طريق اكيد متابعتهم بالهواتف وباماكن التواجد، وبالذات اللي عنده ايفون يعني بشغله بسيطه فايند ماي ايفون بيعرف وين الانسان موجود، او اذا دخل على اماكن وعمل يعني دخول رح يعرف وين موجود. فالحقيقه الموضوع ما يعني بالنسبه لي كانسانه لا يكتفي بهذا الخطر الرقمي وباخذ معلومات، وانما قد يعرض في المستقبل اي انسان يتعرض سياسي او ناشط او غير هذا الامر قد يعرضه لخطر استهداف حياته. ويعني الكيان الصهيوني من الحقاره بمكان انه الان فتح تحقيق
ليعرف مين الشركة استهدفت من مواطني، بينما هو يفتح المجال لأن يخترق الناس يعني في كل الدول الأخرى، بالرغم من أنه فيما يسمى بمعاهدات السلام المزعومة بينه وبينهم. فهذا يعني ليس بغريب على الكيان الصهيوني. الأمر الآخر، الاختراق اللي أنا واجهته جزء منه تفضل فيه المهندس حسين، ولكن في جزء ما حكى فيه اللي هو وأنا نائب، وأنا بدأ الاختراق عندي في السنة الثالثة من النيابة عام 2019. فبالتالي هي مش اختراق لشخص ولا يعني أهمية هذا الشخص، وإنما أنا بعتبرها اختراق لمواقع. أنا برضو لما كنت نائب كنت بحضر اجتماعات يعني على مستوى الدولة وعلى مستوى صناعة القرار وعلى مستوى السياسات، فالذي حصل هو اختراق للسلطة التشريعية ومن ثم لموقع أكثر خطورة وهو كعضو لجنة.